في هذا المستوى يمكن تحديد بعض الأمور ثم رفع الملف المطلوب ثم إعطاء التعليمات وتنفيذ المهمة المركبة. بعد ذلك تبدأ مسألة التنفيذ، ولطول المدة التي قد تأخذها تلك العملية قد قمنا بتسريع التنفيذ. ما يبدأ الآن هو رسم المنحنيات البيانية وتحليل الأنماط وكتابة نهائية للتقرير النهائي. وفي الأخير يتم فتح التقرير النهائي في محرر النصوص WPS Office وينتهي التحليل.